أهلا بك عزيزنا المشاهد في حلقة من حلقات قناتنا قناة عصافير الزينة. موضوع النهاردة سلسلة هنقدم النهاردة الحلقة الأولى منها، عنوان السلسلة سنوات مع أسئلة هواة البادجي والفلل. النهاردة الحلقة الأولى منها. الأسئلة اللي بتوصلنا كتير من الهواة، السؤال الأولاني: إزاي أعرف ذكر البادجي؟ وازاي اعرف انثى البادجي؟ ازاي اعرف البادجي الكبير وازاي اعرف البادجي الصغير؟ السؤال الاول: ازاي اعرف ذكر البادجي؟ بص للعصفور، اتأمل منطقة الكير اللي هي فوق فتحة الانف، لو كان لونها ازرق غامق ده دليل على ان ده ذكر بادجي. كمان بص على الرجلين بتاع العصفور، هتلاقي الرجلين في وقفة العصفور على المجسم هتكون متقاربتين لأنه ذكر. كمان لو قسيت المسافة بين عظمتين الحوض بالنسبة للعصفور هتلاقي المسافة بينهم صغيرة، ده دليل على إن ده ذكر بادجي. السؤال التاني: إزاي أعرف أنثى البادجي؟ هنروح على لون الكير اللي فوق فتحة الأنف ونبص له، إن كان أبيض أو بيج مائل للون البني في فترة بداية الشغل نعرف ان دي انثى. كمان نبص لوقفة العصفور على المجسم، هنلاقي الرجلين متباعدتين في حالة ان هي انثى. كمان لو قسيت المسافة بين عظمتين الحوض بايدك هتلاقي المسافة بين عظمتين الحوض كبيرة، ده دليل على ان دي انثى بادجي. يبقى 3 علامات: لون الكير ابيض او بيج مائل للطحين او البني، مسافة بين الرجلين متباعدتين، لو جسيت المسافة بين عظمتين الحوض هتلاقيها برضو مسافة كبيرة. السؤال الثالث: ازاي اعرف ان البادجي كبير؟ هنروح على طول للجبهة بتاع البادجي ونبص فيها، لو كان لون الجبهة بتاع البادجي اللي هي اعلى الرأس بتاع البادجي لو كان لونها سادة خالية من الخطوط ده دليل على ان ده عصفور بادجي كبير. كمان بص العين، هتلاقي حوالين العين دايرة زي ما هو باين في الفيديو. السؤال الرابع اللي بيسأله برضو معظم هواة البادجي وبيستفسروا فيه: ازاي اعرف ان عصفور البادجي صغير؟ اهم ما يميز عصفور البادجي الصغير، بص للجبهة، مش هتلاقيها سادة، هتلاقي الجبهة مشربة بخطوط وليست جبهة سادة اللي هي على الرأس. كمان بص حوالين العين، هتلاقي مفيش دايرة حوالين العين. بكده يبقى جاوبنا على 4 أسئلة في حلقة النهاردة، وهنكمل في السلسلة دي في الحلقة القادمة. إن عجبكم الفيديو ادعمونا بلايك واعملوا اشتراك للقناة واعملوا شير للفيديو عشان يصل لأكتر ناس ونستفيد كلنا. محتاجين دعمكم، وهنجاوب كل الأسئلة والاستفسارات. أتمنى إن الفيديو يكون عجبكم. إلى اللقاء في فيديو آخر. صبر أمين من قناتكم قناة عصافير الزينة. إلى اللقاء.